méditerranée essentielle et difficile et compliquée. Nous avions des usines, nous étions le cinquième pays producteur d'huile d'olive mondiale. Ils ont brûlé les oliviers. Nous étions le troisième producteur mondial. تكلمينا عن تواجدك اليوم ايه وايه المطالب؟ نحن مجتمعون اليوم لحتى نطالب برفع الحصار عن سوريا، برفع الحصار عن الوطن السوري، والحقيقه هن مسمينه عقوبات ويطالبوا كل الناس العقوبات، رفع العقوبات، ولكن هذا شو بيقولوا خلط او اعلامي، لانه هي ليست عقوبات، هذه شو بيقولوا هو حصار وحيد الجانب او قرارات وحيده الجانب بتضغط على سوريا ولتمنعها من التطور وتمنعها من الصمود وتمنعها من اعاده البناء. فمن اجل ذلك لا تفكروا انه هي عقوبات، لازم تعرفوا انه هذا حصار تفرضه امريكا علينا وعلى بلاد كل من يرفع راسه امام املاءاتها وامام مشاريعها في المنطقه. حياكم الله، ونحن معا في نفس المعركة، وسنذهب سواء معا لبناء بلادنا، لبناء سوريا، ولبناء العروبة، وبناء مصر، وبناء الوحدة العربية من جديد في وجه كل الاستعمار. شكرا جزيلا. أيوة. التحية إلى الشعب المصري، إلى إخواننا المصريين اللي دائما كانوا قلبنا وقلبهم واحد. أنا سمعت كثير من إخواننا في مصر بيقولوا نحن بنعرف سوريا هي القطر الشمالي ونحن القطر الجنوبي في الجمهورية العربية المتحدة، فنحن قلوبنا مرتبطة مع بعض من زمان. نحن هنا لكي نوصل أصواتنا، خاصة بعد العريضة التي وقعها الآلاف من الفرنسيين يطالبون حكومتهم برفع العقوبات الاقتصادية فورا عن سوريا، لأنها عقوبات إجرامية تصيب الشعب ولا تصيب النظام، وهي غير قانونية، وهي في نهاية الأمر غير مجدية. يعني لماذا نحن نقول للفرنسيين إذا كنتم حريصين على حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية عليكم ألا تسيسوا هذه المسائل، لأنكم تؤثرون فيها بشكل سلبي ومستقبلا ممكن أن تحاكموا على هذه الجرائم. مرحبا، إحنا سوريات عايشين بباريس، بس بنفس الوقت قلوبنا مع سوريا، مع شعبنا بسوريا، مع أهلنا بسوريا، مع بلدنا سوريا. العالم طلعوا برا برد، جوعانين، ما في عندهم بيوت، آلاف بالشارع، حتى ملايين بيوتهم تهدمت، آمالهم راحت. فنحن لازم نكون معهم، لازم نساعدهم، ولازم نفكر بهالبلد. لهيك بس ارفعوا العقوبات لحتى العالم ترجع تعيش، بس تعيش مثل الإنسان الطبيعيين، هن بس بدهم يعيشوا، ما بدهم أكثر من هيك. نحن اليوم رسالتنا إنه الإنسانية لازم تكون أبدا وقبل السياسة، لهيك ارفعوا عقوباتكم، ارفعوا العقوبات السورية، خلوا العالم، خلوا المساعدات تدخل على بلدنا، وخلوا العالم ترجع تعيش ونرجع وترجع سوريا إن شاء الله مثل ما كانت وأحسن. شكرا. شكرا. ما لازم نضل نفكر اللي عم نسمعه، لازم نشوف انه ما فينا نضل هيك ما عم نعمل شيء، لازم نسمع صوتنا، لازم نقول انه لازم نساعدهم. السياسه لازم تمرق ورا الانسان. شكرا. شكرا. نحن هنا مشان سوريا، في كتير مساعدات وصلت لتركيا، بالأسف سوريا نسيانينا شوي، فلهيك نحن حبينا يوم نفرجي إنه سوريا هون ونحن هون. شكرا كتير.